شهرنا رمضان، يا شهرنا رمضان، يا بهجة الأزمان، يا بهجة الأزمان، فرحتنا أسعدتنا، فرحتنا أسعدتنا، شرفتنا رمضان، آنستنا رمضان، ففيك النور لاح وزين البلدان، ففيك النور لاح وزين البلدان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند له، ولا أعضاء ولا جوارح له، ولا كيفية ولا جهة ولا مكان له. هو الله وحده الأول الذي لا ابتداء لوجوده، وما سواه حادث مخلوق. هو الله وحده الخالق الذي أبرز هذا العالم من العدم إلى الوجود، وهو خالق الأجسام وأعمال الأجسام، فهو القائل: والله خلقكم وما تعملون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علم الهدى، يا أبا القاسم، يا أبا الزهراء، يا محمد. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله، أدركنا بإذن الله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول رب العزة في محكم التنزيل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. رمضان موعد مع طاعة الله، ومناسبة للتزود لما فيه رضا الله. رمضان شهر هو سيد الشهور، رمضان شهر ملؤه فيض السرور، رمضان فيه ليلة الليالي، ليلة القدر العظيمة، رمضان شهر تطهير النفوس من الشوائب والأدران، رمضان شهر البركة والرضوان، رمضان شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. رمضان شهر المواساة، شهر الإطعام، شهر الإنفاق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رمضان شهر الإطعام، شهر الإنفاق، شهر المواساة، شهر قراءة القرآن، شهر العبادة، شهر الاعتكاف في المساجد. ليس شهر التخمة ولا شهر الكسل ولا شهر التوسع في المستلذات ولا شهر السهر على التلفزيون وما يسمى بالفضائيات، بل هو شهر الزهد. والزهد هو قطع النفس عن اتباع المستلذات والمستحسنات. فصيام رمضان عبادة عظيمة، يكفي في بيان فضلها الحديث القدسي الذي رواه البخاري: كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فهو من أفضل الطاعات وأجل القربات وأحد أهم أمور الإسلام، كما جاء في حديث الرسول الذي رواه الشيخان: بني الإسلام على خمس، وعد منها صوم رمضان. ثم لمعرفة ابتداء رمضان وانتهائه طريقة وأحكام بيّنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبيّنها سبحانه على لسان نبيه الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما ينزل عليه جبريل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ومنه صلى الله عليه وسلم أخذ المسلمون وعملوا بها من أيامه صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه. وهذه الطريقة مبنية على المراقبة للهلال بالعين في المدن والقرى والبلدات، يعرف ذلك كل من عاش في بلاد المسلمين وشهد عاداتهم من الخروج لمراقبة الهلال وتجمع الناس في المواضع التي تتوضح فيها الرؤية وإطلاق المدافع أو إيقاد النيران على رؤوس الجبال عند ثبوت الرؤية، إيذانا ببدء الشهر الشريف أو حلول عيد الفطر المبارك. عادات جميلة تمتد جذورها إلى أيام الصحابة الكرام، أشرف عليها أهل العلم على مر الأزمان، وحرص على المشاركة فيها أهل التقوى والفضل، واستقر أمرها بين المسلمين في أنحاء الأرض. وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن الأصل في تحديد أول رمضان هو التالي: يراقب الهلال بعد غروب شمس 29 من شعبان، فإن رؤي الهلال كان اليوم التالي أول رمضان، وإن لم يرى الهلال يكون اليوم التالي 30 من شعبان، والذي بعده هو أول أيام رمضان.
فعلى ذلك درج المسلمون في كل بلاد الدنيا، وبذلك أفتى الفقهاء ونصوا أن العمدة على هذا، وأنه لا التفات إلى أقوال الحساب والفلكيين، ولا عبرة بكلامهم لتحديد ابتداء الصيام أو انتهائه. فقد قال شهاب الدين الرملي الشافعي في فتواه المشهورة في معرض كلامه عن ابتداء تحديد شهر الصيام: إن الشارع، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية في أمر إثبات الشهور الهجرية أو القمرية، بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي لا نعتمد على الكتابة ولا على الحساب لمعرفة أوائل الشهور القمرية. قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا، يعني أن الأشهر القمرية إما 29 يوما وإما 30 يوما، ليس فيها 28 ولا 31. وفي رواية أحمد: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فنصيحتنا لكل مسلم أن يتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قاله فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على علو شأنهم، وأن يدرس أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان على إنسان جمع بين المعرفة والعدالة وتلقى هذا العلم عن مثله، وهكذا بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا والماء البارد، وأعنا على القيام والصيام وتعلم وتعليم علم أهل السنة والجماعة، بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.